أريد أن أعبر عن اعتزازي وامتناني بتواجدي هنا في سيدي الحسن اليوسي أولا، وفي جهة فاس مكناس في إطار هذه الزيارة التفقدية، وهذه الزيارة تدخل في إطار العناية التي يليها صاحب جلالة نصره الله لمنظومة التربية والتكوين والتوجيهات السامية لمنح المغاربة والمواطنين لولوج والحق في التمدرس. عدد كبير من الأوراش تم إطلاقها لتعميم التمدرس، وفي هذا الإطار نحن بصدد إعطاء الانطلاقة ديال واحد العدد ديال المدارس الجماعاتية. الأولى كانت هذا الصباح في إقليم مولاي يعقوب، بالضبط في جامعة الوادين، وهذا النموذج هذا واختيار ديال هذه المنطقة باش نخلق واحد الاستقرار ديال الأطفال على مستوى الجامعة، لأن فاش كنخلقوا مدرسة جماعاتية كنا نصادفوا واحد العدد ديال التلاميذ من عدد ديال الفرعيات المجاورة. كيمكننا أيضا نستمروا في واحد العدد ديال الأساتذة اللي جايين من هذه الفرعيات، وكنخلقوا واحد النموذج تحفيزي للنجاح. هذا النموذج فيه مؤسسة قائمة، فيها داخلية، فيها مطعم، وأيضا فيها ملاعب رياضية. كل هذا كيدخل في إطار ديال الحد من الهدر المدرسي وخلق واحد البنية محفزة للنجاح. نتواجد هنا في سيدي الحسن اليوسي، وأيضا كان واحد طلب كبير على خلق مدرسة جماعتية لمنح الأطفال ديال الفرعيات المجاورة من واحد التمدرس في أجواء جد مهمة ومواتية ومحفزة. هذه المدرسة الجماعية اللي غيتوفر أيضا الإطعام لدى التلاميذ، وموازنة مع النقل المدرسي اللي الجماعة القروية كتوفر إن شاء الله، غادي يمكن التلاميذ ينتقلوا للمنازل ديالهم ويتغداو هنايا في المدرسة. أيضا سيتم الاستثمار في الأساتذة، لأن غادي نربحوا واحد 12 أستاذ، وهذا الاستثمار في الاساتذه غادي يمكننا باش نقلصوا من عدد الاقسام المشتركه، علما ان اليوم حنا في النموذج ديال القسم المشترك ديال مستويين، اكثر من 90% حنا في جوج ديال المستويات، ولكن حنا ان شاء الله سنه بعد سنه غادي نقلصوا نهائيا من هذه الاقسام المشتركه. هذه المؤسسه اللي غادي تبارك الله في الدخله ديال سيدي الحسن اليوسي اللي غتكون واحد النموذج ومحوريه. كانت عندنا ايضا مناسبه زياره مدرسه جماعتيه قائمه في اغزارن، والحمد لله فيها جميع المواصفات ديال الجوده، تعليم اولي، مطعم، داخليه. وايضا هذه المدرسه الجماعتيه ديال اغزارن مكنت واحد الاستفاده من التمدرس ديال الاطفال ديال داك المركزيه، واليوم السيده المديره الاقليميه قالتنا بان كاين 0% من الهدر المدرسي على هذا المستوى، لان الحمد لله كاينه واحد البيئه محفزه للنجاح. كانت لنا مناسبه ايضا، شفنا الاطفال قدموا لنا واحد العدد ديال العروض باللغه العربيه، باللغه الامازيغيه، باللغه الفرنسيه. هذا الشيء كيعبر على الحيويه والديناميه اللي كيقوموا بها الاساتذه، وهنا بغيت نغتنم هذه الفرصه باش ننوه بالعمل الجبار اللي كيقوموا به الاساتذه والادارات التربويه والأطر على المستوى ديال الإدارة الإقليمية، وأيضا على المستوى الأكاديمية. هاد النماذج ما يمكننا إلا نطورهم، لأن اليوم الهدف ديالنا هو التنزيل الحقيقي لتكافؤ الفرص وفي ولوج منظومة التربية والتكوين. واليوم الأولويات ديال الوزارة هي تقليص الفوارق المجالية، والحمد لله هذا النموذج المدرسة الجماعتية هو نموذج يحتذى به، وحنا عاملين على تطويره. عدد المدارس الجماعتية اللي حنا ملتزمين أمام سيدنا الله ينصرو الإنجاز ديالها هي 150 مؤسسة في أفق 2021-2022. هاد السنة طلقنا في هاد الدخول المدرسي 9 مدارس، وإن شاء الله خلال هذه السنة المدرسية سيتم فتح 20 مؤسسة إضافية، علما أننا سنعمل جاهدين باش نفتحوا هذه 120 اللي بقات من هنا 2021-2022. شكرا لك.